مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 66، وعنوان حلقتنا النهاردة الله يشتم نفسه في القرآن عند الأشاعرة. في حلقة النهاردة هنشوف إزاي الشيخ عبد القادر الحسين بيقول إن رسول الإسلام هو اللي علم منهج التأويل، وإزاي رد الحنابلة الوهابية على الأشاعرة في ادعائهم ده، ونبتدي مع حضراتكم ونشوف الشيخ الأشعري عبد القادر الحسين وهو بيقول إن النبي هو اللي علم الأشاعرة منهج التأويل، ونشوف مع بعض. فهل أول النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤول فقط، بل علمنا منهج التأويل. ما معنى علمنا منهج التأويل؟ يعني الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين بيقول إن الرسول هو اللي علمنا، يقصد يعني علم مين؟ علم الأشاعرة. بيقول علمنا ننفي الصفات، يعني الله يقول في القرآن الرحمن على العرش استوى. فرسول الإسلام كده ساب الصحابة في المدينة وسكتي من غير ما حد يعرف من الصحابة. راح رسول الإسلام للأشاعرة وقال لهم اسمعوا يا أشاعرة، أنا هعلمكم منهج التأويل، ومنهج التأويل ده إنكم تنفوا كل الصفات اللي في القرآن، بس أنا لما أرجع المدينة للصحابة هكتم على الموضوع ومش هقول لحد. ودي مش نقطة على فكرة، ده هو معنى كلام الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين، لأن أول الفيديو قال إن الرسول ما فسرش القرآن لا كاملا ولا معظمه، فإزاي رسول الإسلام علمكم يا أشاعرة التأويل؟ لكن غلاة الحنابلة الوهابية لما سمعوا كلام الأشعار قالوا لأ، كلام الأشاعرة صحيح، فعلا في حاجة اسمها تأويل، ونشوف مع حضراتكم الشيخ صلاح الفوزان وهو بيقول الكلام ده. لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير عند المتقدمين، ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وما يعلم تأويله إلا الله. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. زي ما شفتوا حضراتكم الشيخ صلاح الفوزان وهو بيقول نعم عندنا تأويل، لكن المقصود بالتأويل هو التفسير، أو التأويل ممكن يكون المقصود منه إنك تتوقع إنه هيحصل في المستقبل. وبيشرح لنا الشيخ الوهابي صالح الفوزان أكتر، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقول إيه. فالتأويل في القرآن يطلق على معنيين، يطلق على التفسير وبيان المعنى، ويطلق على ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. وزي ما شفتوا الشيخ صالح الفوزان بيقول إن التأويل في القرآن ليه معنيين فقط، هو التفسير يعني بيان المعنى أو توقع ما يحدث في المستقبل، وفي معنى ثالث ده اخترعه علماء الكلام الأشاعرة والماتريدية، يعني الأشاعرة بيحرفوا في القرآن بشكل مباشر، وريت بيحرفوا بس لأ، دول بيألفوا في القرآن حاجات مش موجودة أصلا، وهنشوف الشيخ فوزان وهو بيقول الكلام ده في الفيديو اللي جاي. أما المعنى الثالث فهذا أحدثه علماء الكلام، الذي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى مدلول آخر. الشيخ الفوزان بيقول إن علماء الكلام اللي هم الأشاعرة اخترعوا للتأويل معنى جديد مش موجود لا في القرآن ولا في السنة، والتأويل ده هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، وبيدينا أمثلة على اختراعات الأشاعرة وتحريفهم للإسلام، وهنشوف هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. أما المعنى الثالث فهذا أحدثه علماء الكلام، الذي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى مدلول آخر يعينونه هم، مثل اليد أولوها بالقدرة، والوجه أولوه بالذات، والكلام كلام الله أولوه بأنه خلق الله، وجاء ربك جاء أمره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتي أمره يقولون. والشيخ الفوزان بيدينا أمثلة على تحريفات الأشاعرة للقرآن والأحاديث الرسول اللي اتكلمت عن صفات الله، وبيقول إن الأشاعرة صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى مدلول آخر يقصدونه، يعني بيأولوا صفات الله على مزاجهم، وما عندهمش أي دليل لا من القرآن ولا من السنة، مثل اليد أولوها بالقدرة، والوجه أولوه بالذات، وكلام الله أولوه بإنه خلق الله، وجاء ربك قالوا جاء أمره، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله، راحوا أولوه يأتي أمره، وكل دي تأويلات باطلة، مفيش أي دليل على إنها تصرف عن ظاهرها
إلى معنى تاني، والكلام ده بيأكده الشيخ الجامي، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين بعلماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعى. وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة لنصوص الصفات. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ الجابي هو بيشرح ان التأويل عند المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف المعنى الراجح لللفظ إلى المعنى المرجوح. وندي مثل علشان نفهم يعني ايه صرف المعنى الراجح لللفظ إلى المعنى المرجوح، زي مثلا الرحمن على العرش استوى، يفسروها استولى، يعني الأشاعرة بيصرفوا المعنى الراجح لللفظ إلى المعنى المرجوح. وفي الغالب الأشاعرة دليلهم لما يعملوا كده غير صحيح، وإذا كان الدليل اللي بيعتمدوا عليه الأشاعرة في تأويل الصفات غير صحيح هيكون التأويل باطل، وده اللي هيأكده الشيخ الفوزان في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. هذا تأويل باطل، أنه لا دليل عليه، صرف لللفظ عن مدلوله إلى مدلول باطل لم يرده الله ولا أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الفوزان وهو بيقول ان تأويل الأشاعرة للصفات باطل ولا يريده الله ولا يريده الرسول في الأحاديث، طالما ان الأشاعرة ما عندهمش اي دليل على تأويلهم للباطل للصفات اللي ما فيش اي دليل عليه لا من القرآن ولا من أحاديث الرسول الإسلامي، يبقى من حقنا اننا نسأل منين جاب الأشاعرة تأويلهم، وسؤالنا ده هيجاوب عليه الشيخ الجامي. وفي الحقيقة الجواب يعتبر مفاجأة، وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي. المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم عندما يؤولوا نصوص الصفات، ما هو الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح؟ ما هو الدليل؟ شيء واحد عند الجميع وهو الاستحالة العقلية. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الجامي هو بيقول إن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية بيأخذوا المعنى المرجوح لللفظ، يعني المعنى الضعيف بدون أي دليل لا من القرآن ولا من الأحاديث، لأنهم بيقولوا إن الصفات على ظاهرها مستحيلة عقلا، ودي بجد كارثة عقدية. يعني إزاي الله بيصف نفسه بصفات في آيات القرآن معناها الظاهر مستحيل عقلا؟ وطبعا مستحيل عقلا يعني معناها عقلا، لو أخذنا ظاهر الآيات في الصفات يبقى إحنا كده بنشتم الله وبننسب ليه صفات النقص. المشكلة لو كان كلام الأشاعرة صحيح كان المفروض رسول الإسلام يحذر الناس من المشكلة دي، واللي بتعتبر كفر. إزاي الرسول يسكت عن نصوص في القرآن ظاهرها مستحيل عقلا وفي إثبات وفيها يعني إثبات النقص لله؟ هل الرسول كان لا يدرك؟ هل عقلية الرسول محدودة زي ما شفنا شيخ الأزهر في الحلقات اللي قبل كده وهو بيقول إن رسول الإسلام فاقد الإحلية العقلية؟ والمشكلة إن الاستحالة العقلية مش حاجة ثابتة، يعني كل واحد بيحكم على الاستحالة أو استحالة الشيء عقليا بحسب عقله، وده اللي هيأكده الشيخ الجامي في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة. إذن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية، وهي غير مقبولة لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون وهم يردون عليه، لذلك يقال في حججهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. زي ما شفنا الشيخ الجامي هو بيقول إن عقول الناس تختلف، فبالتالي حكمهم على استحالة أي شيء استحالة عقلية تختلف. والمشكلة إن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ما عندهمش أي دليل من القرآن ولا من أحاديث رسول الإسلام نفسه، ما عندهمش غير الاستحالة العقلية، عشان كده اختلفوا وبقيوا في خناقة، ده يرد على ده وده بيرد على ده. عشان كده لما اتكلم الأشاعرة الدكتور عبد القادر الحسين عن التأويل ما اتكلمش عن الاستحالة العقلية كدليل على التأويل، لأنه بيعرف تماما إن الاستحالة العقلية مجرد الاستدلال بها بتكون مقرونة بالتناقض، فقال ما فيش أحسن مني إن أنا أقول اللي أول هو الرسول نفسه زي ما شفنا في الفيديو في أول الحلقة. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين بيقول إن رسول الإسلام لم يؤول فقط بل علمنا منهج التأويل،
والشيخ صالح الفوزان بيرد ويقول إن التأويل في القرآن بمعنيين فقط، هو التفسير يعني بيان المعنى أو توقع ما يحدث في المستقبل. في معنى ثالث اخترع علماء الكلام الأشاعرة والماتريدية، يعني الأشاعرة بيحرفوا في القرآن بشكل مباشر وبيحرفوا فالإيد أولوها قدرة والوجه أولوه بالذات وهكذا، وكلها تأويلات باطلة. والشيخ الجامي قال إن عقول الناس بتختلف، فبالتالي حكمهم على استحالة أي شيء استحالة عقلية هتختلف. والمشكلة إن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ما عندهمش أي دليل من القرآن ولا من أحاديث رسول الإسلام، ما عندهمش غير الاستحالة العقلية، عشان كده اختلفوا وبقيوا في خناقة بينهم وبين بعض. وتابعوني الحلقة الجاية علشان نستكمل إزاي الأشاعرة بيشرحوا إن رسول الإسلام هو المعلم الأول في منهج التأويل، وإزاي الحنابلة الوهابية هيردوا عليهم، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت أكرد بعقلك.